وعلى انستغرام تداول محبي فرقة بي تي اس الكورية خبر ترشح الفرقة لأربع جوائز في غرامي 2023، وشارك المعجبين في هاشتاج بي تي اس غرامي بأكثر من 150 ألف بوست، والترشح كان لأفضل أداء أغنية، أفضل فيديو كليب، وألبوم السنة، وترشح أعضاء الفرقة جي هوب وآر إم وشوغا لكتاب أغاني ألبوم السنة.